وهعمل معاكم بقى تاني وصفة اللي هي الكراكرز الكيتو. فأنا هنا هستعمل دقيق اللوز. طب دقيق اللوز غالي أو مش متوفر، هعمل إيه؟ هجيب لوز ني، أديله تحميصة خفيفة، وأبتدي أطحنه في الهاند بلندر أو أطحنه في أي مطحنة حبوب عندي لحد ما أوصل للقوام ده أهو. خلاص، أول حاجة في مكونات الكراكرز الكيتو هي دقيق اللوز. تاني حاجة هي زي ما قلنا التشيا سيدز اللي مزودة لها مية، معايا كمان زيت زيتون، معايا كمون وتوم باودر، ملح وفلفل، ومعايا خميرة مغذية. لو احنا ما عندناش دقيق لوز وانا عايزة اعمل الكراكرز دي وما عنديش لوز عشان اطحنه، هعمل ايه؟ تبتدوا تقدروا بقى ايه تضيفوا. تعالوا الاول نحط المكونات الجافة. اقدر استعمل هنا دقيق الجوز الهند او دقيق السمسم. دقيق السمسم كمان بقى متواجد وارخص من دقيق اللوز كتير. فكرة في المكونات دي كلها ان دهونها عالية ونشوياتها قليلة. فاكرين البيتزا اللي عملناها في الجزء الاولاني من الحلقة؟ النشويات في قاعدة البيتزا الكبيرة دي 1 جرام، فهي نشويات قليلة جدا لما نقارنها بنسبة الدهون. طب لو انا عامل دايت عادي، دايت سعرات، اتجه لوصفات الكيتو؟ لا، ما اتجهش. اتجه لبعض وصفات الكيتو بحساب. ليه؟ لان عادة وصفات الكيتو بتبقى سعراتها عالية ودهونها عالية، فلو انا باخد كمية الدهون دي ومدخلة معاها نشويات حتى لو بسيطة، جسمي مش هيبقى مرتاح، ولما اجي اعمل تحاليل كوليسترول واجي اعمل تحاليل تانية ارقامي مش هتطلع مظبوطة. بصوا بقى كده، انا بعمل ايه؟ بحاول ادخل المكونات كلها في بعض. طيب لقيت انه العجينة محتاجة سنة سائل معايا، يا ازود زيت زيتون يا ازود شوية من التشيا سيدز بالمية تاني، لكن ما تزودوش مية سادة. انا ايه، هاخد شوية اللي مسكوا في بعض دول ومجهزة لهم بقى ايه، مجهزة صاج عندي، وهاخد دي الحتة اللي مسكت حط على ايدي سنة زيت زيتون. خلاص، وابتدي ايه، خلوا بالكم دقيق اللوز من انواع الدقيق اللي بتشرب سوائل ودهون بسرعة جدا وبتنشف بسرعة جدا، فانا محتاجة اشتغل الوصفة دي بسرعة وفي نفس الوقت اطلعها طرية. انا مش عايزة ادخلها الفرن وبعد كده تطلع حاجة ناشفة مش عارفة اقطمها، لا. فانا محتاجة ايه، يعني المقدار المكتوب قدامكم ده انا زودت عليه تقريبا معلقة زيت زيتون بس كده. خلاص، معايا بقى نشابة. بصوا، ناخد ايه، واحدة صغيرة كده، وابتدي افرد. طب علشان افرد حلو، بصوا، هاخد ايه، كده. فكده النشابة مش هتلزق في العجينة. شايفين القوام؟ لما نوصل للسمك ده بياخد وقت في الفرد. لما نوصل للسمك ده هناخدها وندخلها الفرن. الفرن بتاعي يبقى تقريبا على 160، لان انا عايزاه بهدوء يسحب الرطوبة من العجين بس كده، لحد ما تبقى تمسك نفسها تاخد لون تبقى كريسبي، هتطلع تبقى بالمنظر ده. بصوا، انا عملت واحدة اتخن شوية وعملت واحدة ارفع. دي اخعدت في الفرن تقريبا 10 دقايق لحد ما وصلت للون ده. بصوا، عايزة اسمعكم صوتها، سامعين؟ طب لما اعمل الكراكرز دي وانا عامل كيتو هقدمها مع ايه؟ هقدمها مع حاجة عالية في الدهون ولكن فيها قيمة غذائية ظريفة، اللي هي ايه؟ اللي هي الجواكامولي. بنعمل الجواكامولي ازاي؟ الجواكامولي عبارة عن افوكادو مهروس، خلاص، معايا كزبرة وطماطم وبصل وليمون،
وملح وفلفل. تاني أفوكادو عليه ملح وعليه فلفل، هنزل عليه معايا الأفوكادو، ومعايا كزبرة، ومعايا الطماطم. الكميات انتوا تحطوا على قد ما تحسوا انه هو كده عجبني خلاص، المفروض هي كميات متساوية. الأفوكادو ضعف كل الباقي، خلاص الباقي كله كمياته ايه متساوية. ومعايا الليمون، وحطينا الملح والفلفل في الأول.